يعني امتى الناس تبدأ تلاقي في فعلا اساس اتوضع وبدأ الشغل، بدأت عجلة الشغل تدور داخل مبنى الاهلي الجديد، السد الاهلي الجديد. يعني اعتقد ممكن 3 أو 4 أشهر. 4 شهور. 3 أو 4 أشهر. ده يعني بإذن الله حضرتك متفائل، يعني شايف انه يعني انا بعد المناقصة وبعد الكلام الاخير ده كان بيقولوا 2 شهر، بس انا بقول 3 أو 4 أشهر. طب 3 أو 4 شهور ده وقت كويس يعني. كويس. بس لسه بقى احنا عندنا الرخصة وعندنا الحاجات وتبتدي تفعلها وتبتدي، لكن اعتقد هل في معوقات من الدولة ولا الامور بتمشي بشكل بتصير بشكل جيد؟ لا لا، ما فيش. نعم.